شرعت السلطات الصينية في عملية إعدام جماعي للطيور داخل إحدى الأسواق بالعاصمة شنغهاي بالتزامن مع إعلانها سقوط حالة وفاة سادسة بين البشر جراء إصابته بأنفلونزا الطيور. وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن إعدام الطيور في سوق هاواي جاء بعد اكتشاف السلطات لحمام مصاب بسلالة H7N9 لفيروس أنفلونزا الطيور داخل السوق. مسؤولون في وزارة الصحة الصينية أكدوا عدم وجود أدلة في الوقت الحالي على انتقال السلالة الجديدة من المرض من إنسان إلى آخر، لكن عن طريق الاختلاط المباشر مع الطيور المصابة.